هاي واتساب اشلي مسيو بيب عامله ايه؟ نسيتو تمام. ايه كايرو عامله ازاي؟ انت مش متخيل كايرو زحمه زحمه زحمه. اشلي طمنيني جبت الحاجه؟ حاجه ايه يا عمي؟ راحت سكور ما تقولها الهدايا، ما احنا عارفين ان راح تجيب هدايا. طيب اهلا البضاعه وصلت. ايه جبت الحاجه والبضاعه؟ ده مديم دي محشيه. لا 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 دي دي عاديه محشيه قطن. شور شور هدرس روح جيب بقى الهدايا من بره. طب بالاذن تعالى هنا. ايه اللي في ظهرك ده؟ او ماي جاد ده عيب خلقي؟ لا ده حيل. يا حرام. يعني انت جدتك من مامتك عندها نفس التكوين؟ لا انا بس. ايه الهبل ده؟ انتوا ازاي صدعتوه؟ هو في حلب؟ ايه تضحك يا احبل؟ تسرقني انا؟ تسرق الراجل اللي عملك وبنيك؟ الحكايه عمرها ما كانت شعر اصفر او لبس كاتشي او انك طول الوقت تقلدني وتعمل. لا لا الحكايه من جوه. عاوز قلدني قلدني جو اهيد، بس قلدني في الخير في السلام في الوئام. انا بجد مصدوم فيك. امشي من وشي في يوم الدين. هاتوس ويت. ايوه اوعدك لو اتغيرت بجد من جوه الدبدوب ده هيبقى ملكك. اوعدك هتغير. كلام رخيص كلام رخيص قوي يا هدرس. انا عايز اشوف حاجه عملي. لحد اليوم ده ما اشوفش وشك تاني. امشي. طب كل سمحتك امشي. يا جماعه احنا عايزين نخلص موضوع المحل ده بسرعه. معاك حق. الفالنتاين كمان اسبوع، لازم نلحق نرص الحاجات دي في المحل عشان الناس تلحق تختار هداياها. انت جبتي حاجه للبوي فريند بتاعك اسمه ايه؟ توماس فوكس اسمه ايه؟ لوكس. anyway جبتي له ايه؟ عشان هو برج الاسد فجبت له ورد وشوكليت واسد لعبه. ده باين ان هما جوز هبل. نعم ده قصدي توماس وهدرس. باين. تعالي هنا. برج الاسد ازاي؟ انا شفته ده اخره في الابراج الصيني، برج الجمبري، برج البورس. حرام عليك ده كل حاجه فيه اسد، شخصيته حركته مشيته ديله. بقول لك ايه، انا بجد يعني نفسيتي تعبت من اللي عملته في هدرس. هو انا قصيت عليه بزياده؟ بص بقى بصراحه يعني احنا كان لازم نسلمه للكبير يمسكه السلك عريان. هو ماله؟ هو تلاقيه يعني ضحيه بيئته، يعني اتولد في عيله مثلا واطيه، اتعلم حاجات زباله من ابوه، يعني مش بيده. طب خلاص ما دام انت شايف كده روح صالحه. معاك حق، وبرضه الحقه يمكن يكون مخبي بطوط في كلسونه. هدرس What a beautiful day. السلام عليكم يا جناب العمدة. وعليكم السلام. ها في حاجة في دماغك معينة ولا تحب تاخد فكرة؟ يعني عايز حاجة على ذوقك. طب أنت ستايلك إيه؟ إسهال. إيه القرف ده؟ بقول لك ستايلك إيه مش عندك إيه؟ إسهال إسهال جنابك، يعني لو لقى عندك دوس فلافير أي حاجة تانية هي مش دي أجزخانة برضك؟ أجزخانة إزاي؟ الأجزخانة العلامة بتاعتها معروفة، تعبان عنده هانج أوفر وبيرجع في حوض أو في كاس. فين هنا بقى؟ فين العلامة هنا؟ كل الدباديب دي شايفها جزخانة ازاي؟ ومن المكان ده ايه طيب؟ جفت شوب. عيد الحب كل سنة وانت طيب. جفت ايه وبتاعي ايه؟ وبعدين احنا فين والعيد فين يا بيه؟ يا بني ادم انت 14/2 ده عيد الحب، يعني كمان كام يوم لازم كل راجل من اهل البلد يجي هنا علشان يشتري هدية دبدوب ورد لمراته علشان يعبر ليها عن حبه في عيد الحب. يعني بدل ما ادخل على العلب بشوية فاكهة ولا ادخل على وليه بكيلو لحمة كلها بدبدوب؟ يا راجل عيب عيب. انا اقول لك نصيحه واحده لوجه الله، اقفل المخروبه دي، انت مش عيل صغير، لا حول ولا قوه الا بالله. كئيب موت. بيوتيفول داي فور ريل. خلاص بقى يا جوني كابني. معلش خلاص لازم دلوقتي نركز علشان زمان الناس هيخلصوا شغلهم ويجوا على هنا اكيد علشان ياخدوا الدباديب بتاعتهم. سو ويرد سو ويرد. يا ريتنا كنا فتحنا محل كشري. مفيش حد هنا فاهم يعني ايه فالنتاين، واستحاله يفهمه ولا حتى بعد 100 سنه. ليسن جوني، المحل بجد تحفه، بس احنا محتاجين نكثف الدعايه بتاعتنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اللي قول لي يا كبير، هو ايه الفالنتاين ده؟ هي شاطره في البلد ولا ايه؟ ده عشر حد يسالني عن الزفت ده. الفالنتاين ده تجليع من تجليع الامريكان وبنونا بيه. شوف يا هدي، الفالنتاين ده الناس بتصحى فيه الصبح يلبسوا استغفر الله العظيم
ويقعدوا يتمايسوا على بعض طول اليوم ويبعثوا لبعض اس ام اس كلها استغفر الله العظيم. وبعد كده ينزلوا يشتروا بتاع كده استغفر الله العظيم ويلفوه. باه. واخرة الليل يتلموا مع بعض ويعملوا استغفر الله العظيم. واه. استغفر الله العظيم. في ايه هدية؟ انت قلقتيني بالمسج اللي انت بعتيها دي. دلوق انا عاوزة اسألك سؤال. تفضلي. ايه الفالنتاين ده؟ طب ومطي صوتك ليه يا هدية؟ احسن استغفر الله العظيم تطلع حاجة حرام ولا حاجة. لا طبعا مش حرام. شش. وطي حسك بلاش فضايح. فضايح ايه بس؟ يا هدية الفالنتاين ده يعني عيد الحب. عيد الحب يا هدية. طب انا فهمتك دي من التلفزيون. بس الكبير قال لي ان هي حاجة استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم ايه بس؟ ده يوم بيحتفل بيه الرجل والست حبهم، يعني بيقولوا كلمتين حلوين لبعض، بيتعشوا عشوة حلوة كده يعني. طب انا الكبير عمره ما عمل معايا الحاجات دي. لانك اكيد مش بتحاولي تحسسيه بمشاعرك دي. لازم توصلي له مشاعرك دي بحاجات كتير زي الهدية مثلا. ده انت حتى اسمك هدية. هو لازم الموضوع الهدية ده؟ طب ما ينفعش ندي لبعض فلوس. فلوس هي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الكبير جه معاك يا فزاع؟ لا ما جاش، لكن بعتني اجيب له طلقة من المكتب عشان الطلق اللي معاه خلص. طب اطلع هتلقى الطلقة في الجردة التحتاني. امر جنابي. ها قولي. بصي هدية، الهدية دي بتعبر عن الحب، ومهما تكون الهدية بسيطة بتكون مالك يا واد مبومك ده؟ ايوه يا ست هدية. بتعمليه عنديك؟ بجيب المنجة للمنجي. منجتي؟ انت مش جاي لي طالع تجيب طلق؟ ايوه بلا بلا باخده، قصدي الطلق. الطلق يا ست الناس، الطلق. قال منجة، قال احنا فين والمنجة فين؟ قوم يا تفز. امر جلال. الحمد لله على السلامة يا كبير. الله يسلمك. يلا يا ولي جهزي لي العشاء. امرك يا كبير، امرك. انت طرشت ولا ايه؟ فين الوقت؟ جاهز يا كبير. امال في ايه؟ اصلي كنت عاوزه اقول لك حاجه كده. ايه؟ بص لي في عيني يا كبير. خبر ايه وليه؟ بص لي زين. اها. انت مين مغمطيسي ده؟ انا بحبك قوي يا كبير. بحبك من كل معميعي. وما اقدرش استغنى عنيك واصل. يلا عاد قول لي كلام حلو انت كمان. عيني بس انت عارفه اني بستحي يعني اتضيري شوي. ماشي يلا يا ابو الخيمين حضري لي الوكل يا ولي. ها ايه اللي حصل؟ ضربني بالبلغه. ايه ده؟ ليه كده؟ كان جعان وعايز ياكل. أكيد أنت عملت حاجة غلط يا هدية. إن شاء الله عدمك ما عملت حاجة غلط. أنا نفذت كل اللي قلتي عليه. أمال هو كده ضربك من غير أي تفاهم؟ لا هو قال لي اتدايري الأول وبعدين شوحني بالبلغة. أوكي أنا فهمت النوع ده من الرجالة. النوع ده بيحب السربرايزز. أنا بقى أخليكي تعملي له ليلة فالنتاين عمره ما هينساها. ماشي. يا معلمك هادي، يا معلمك هادي، ششش هتفضحنا يا جسمك.
انت عرفتني كيف؟ وانا توه عنك يا معلم، ده احنا وشنا في وش بعض ليل نهار. الا انت ايه اللي جابك؟ مش قلت انك هتتزف؟ طب ما انت كمان قلت انك هتحط احمر وتقعد في البيت كيف النسوان وهتترجش كمان. انا ما جبنيش هنا الا الشديد القوى يا معلم. ليه؟ مرتك بوزها شبرينك في البومه وقاعده جنفاك في حياتك ليل ونهار عشان موضوع الفالنتاين ده؟ ايوه، لكن انت عرفت كيف؟ ما هو ده اللي جابني انا كمان يا ابو مخ ظلم. بس انا الموضوع قلب عندي صريخ ولطمه وليله ما يعلم بيها الا ربنا، قلت اخدها من قصيرها واندل اجيب الهديه واطاطي للريح. صح يا معلم، ربنا يكفيك شر كده الناس. امين يا رب العالمين. يا دي زوير، لا انا شفتك ولا انت شفتني، سامح جد؟ عيب عيب يا معلم، سرك كبير يا معلم. اجعدي جسمه جسمه جسمه. سلام عليكم. ايه ده فزاعه، ايه المفاجاه دي؟ انا مبسوطه قوي انك جيت النهارده. صح صح مبسوطه. ايوه طبعا مبسوطه ان كل اهل المزرطيه جم النهارده عشان يحتفل بالفالنتاين. ربنا يفرح قلبك كمان وكمان يا ست شلي. هقول لك يا ست شلي، عاوزه تجيب هديه دي للجير فريند بتاعتك، صاحبتك يعني؟ لا يا، لسه ما بقيتش جيرلي فريند، انما انا ناوي النهارده يبقى لي. ناوي اهديها الهديه واقول لها وتقول لي والحديد ده. جريت، برافو عليك يا فزده، دي مناسبه هايله عشان تعمل كده. اخترت حاجة؟ لا اختاريه، وانت سيدة الاختيار الأولى. نجلنا انت حاجة وش القفص كده على زوجك الحلو. طيب هي بتحب ايه؟ هي عاملة زيك كده، هتحب المزازيك. طيب مش بتحب اي حاجة تانية؟ ما خبرش، اصلا انا ما اعرفش عليها حاجات كتير يعني، لما هي عاملة زيك كده. طيب انا هحاول اضبط لك حاجة على زوجي، تحب لفها؟ لا تلفي ايه؟ هقول لك دي كيف النسمة، ما تشربش مخدرات. مخدرات؟ انا قصدي لفها لك هديه كادو. اذا كنت انت حابه تعملي كده لفها لي. تحب معاها كارت؟ لا ده اكيد خط. You are a big donkey. ربنا يجبر بخاطرك. روح انت فزاع دلوقتي وانا هعمل لك كل اللي انت عايزه. باي. سلام عليكم.